ومما جاء في فضل الإحسان إلى الأرملة واليتيم عن بعض العلويين، وكان نازلا ببلخ من بلاد العجم، وله زوجة علوية وله منها بنات، وكانوا في سعة ونعمة. فمات الزوج، وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة، فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء، واتفق خروجها في شدة البرد. فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها في أحد المساجد المهجورة، ومضت تحتال لهم في القوت. فمرت بجمعين، جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد، وجمع على رجل مجوسي وهو ضامن البلد. فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له، وقالت: أنا امرأة علوية ومعي بنات يتيمات أدخلتهن أحد المساجد المهجورة، وأريد الليلة قوتهن. فقال لها: أقيمي عندي البينة أنك علوية شريفة. فقالت: أنا امرأة غريبة، ما في البلد من يعرفني. فأعرض عنها، فمضت من عنده منكسرة القلب. فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسي فشرحت له حالها، وأخبرته أن معها بنات يتيمات وهي امرأة شريفة غريبة، وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم. فقام وأرسل بعض نسائه، وأتينا بها وببناتها إلى داره، فأطعمهن أطيب الطعام، وألبسهن أفخر اللباس، وبتنا عنده في نعمة وكرامة. قال: فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت، وقد عقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا القصر من الزمرد الأخضر، شرفاته من اللؤلؤ والياقوت، وفيه قباب من اللؤلؤ والمرجان. فقال: يا رسول الله، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل مسلم موحد. فقال: يا رسول الله، أنا رجل مسلم موحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقم عندي البينة أنك مسلم موحد. قال: فبقي متحيرا. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لما قصدتك المرأة العلوية قلت أقيمي عندي البينة أنك علوية، فكذا أنت أقم عندي البينة أنك مسلم. فانتبه الرجل حزينا على رده: المرأة خائبة. ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حتى دل عليها أنها عند المجوسي، فأرسل إليه فأتاه فقال له: أريد منك المرأة الشريفة العلوية وبناتها. فقال: ما إلى هذا من سبيل، وقد لحقني من بركاتهن ما لحقني. قال: خذ مني 1000 دينار وسلمهن إلي. فقال: لا أفعل. فقال: لابد منهن. فقال: الذي تريده أنت أنا أحق به، والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي، أتدل علي بالإسلام؟ فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا على يد هذه العلوية، ورأيت مثل الذي رأيت في منامك. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلوية وبناتها عندك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: القصر لك ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من أهل الجنة، خلقك الله مؤمنا في الأزل. قال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآبة ما لا يعلمه إلا الله.
Mm-hmm.